اللي تنفتخروا بها كوننا من ابنائها ومن ابناء عشيها. هذه الحومه اللي تتعج بعده اهازيج شعبيه، منها قناوة عيسى وأحمد شا درقاوة تهامة درقاوة صادقيين الشلوح الحمد لله، كل شيء كان في هذه الحومة. داك الشيء باش طلعوا ولاد سبتين تيعرفوا الحمد لله أي حاجة تيعرفوا لها، تينا ما تيضربوهاش تيفهموا شكون هو اللي تيخدمها مزيان. فلهذا تنشكروا حومة سبتين على البادرة الطيبة اللي عاودتني افتقدت، لأنه منذ سنين كنا قمنا بواحد الكور هنا في باب الدرب ولقى اشعاع، وهذا التو الحمد لله لقى اشعاع، وحنا تنشجعوا جميع الحوام اللي عندهم جمعيات وعندهم وداديات الى بغاو يديروا الكور ديالهم يجيو يتصلوا بيا، رانا الاشاره ديالهم يمشيو هما يقبطوا الرخص ويهضروا مع الامن، وحنا مستعدين باش نجيو حنا واحد 20 الناس نكونوا معاهم ونتعاونوا معاهم ونأطروهم، ولا عندهم شي دراري شباب نأطروهم معنا، وباش العام الجاي إذا جبنا 20 العام الجاي نجيبوا 10، تاني ولي ما تنجيبوا حتى شي حد، تتولي الحمد لله كل حومه تتقضي بولاد حومتها. وهذا هو التراث اللي بغيناه ما يضيعش، هو هذه التقة هما باش تتنتج مدينة مراكش. ما بغيناش هذه الفرصة تضيع علينا، وحنا حيين الحمد لله باش هاد الشباب يبقاو متفكرين هذا التراث الشعبي، هذا التراث اللامادي، هذا التراث اللي تيعطي للإنسان واحد الاحترام، أنه خصو إلا بغى يكون فنان خصو يكون فيه الاحترام، وهذه هي البادرة الأولى التي خصها تكون عند الفنان. وتنشكر قناة إحاطة على هذه الالتفاتة اللي التفتت لهذه الفنون الشعبية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.